بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم على موضوع كل الناس محتاجينه، أغلب الناس محتاجينه وشغالين في موضوع بالذات الأوبريتنج سيستم. بيحتاج كذا أوبريتنج سيستم يحطه جنب الأوبريتنج سيستم بتاعه من غير ما ينزل حاجة أساسية على الكمبيوتر بتاعه، فنضطر إن هو يلجأ لحاجة اسمها الفيرتشوال. النهاردة هنتكلم إن شاء الله على الفيرتشوال بوكس وإزاي تنزل الفيرتشوال بوكس وتسطبه وإزاي تنزل عليه اللينكس إن شاء الله. أول حاجة هتفتح جوجل، اكتب داونلود فيرتشوال بوكس، خش على موقع اوراكل هتلاقي اول لينك عندك. بعد كده هنا بقى انت بتختار انت الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه. لو انت عايز تشغل الفيرتشوال بوكس ده على لينكس، على ويندوز، على ماك او اس، فبتختار. احنا شغالين على ويندوز فنختار ويندوز. مجرد ما تدوس على ويندوز هتلاقي الداونلود بتاعك ابتدى يشتغل. انا منزله فعشان وقت الفيديو، فانا منزله وهجربه معاكم على طول، فنزلوه وتعالوا تابعوا معايا. وبعد ما تنزله هتلاقي تفتح الفيرتشوال بوكس بتاعك، هيفتح معاك الصفحه دي. هنعوز بقى دلوقتي ان احنا نعمل ايه، نكريت فيرتشوال بوكس جديد، اوبريتنج سيستم جديد على الجهاز، بس الاوبريتنج سيستم ده هيكون فيرتشوال. فهندوس نيو، هتسميه الاسم اللي انت عايزه، اكتب الاسم اللي انت عايزه. انا هسميه لينكس، هيفتح لك هنا، هيختار لك هنا التايب بتاعك. انا مجرد ما سميته لينكس هو اختار لي التايب بتاعي على طول، فجابه لي ايه لينكس، فانا اخترته. بعد كده جاب لي الفيرجن، اختار فيرجن 64، او لو انت فيرجن 32 اختار 32. بعد كده دوس نيكست، هو بيقول لي بس ان الفولدر كده موجود عندي، فانا فقلت له كوبي فمرضيش فسميته اسم تاني. هنا انت بتختار بقى الميموري سايز اللي انت عايز تديها له، الجزء من الرام، الرامات اللي انت عايز تديه للفيرتشوال بوكس بتاعك، عايز يسحب قد ايه من الرامات من الكمبيوتر عندك. يعني يستحسن ما تديهوش رامات كتير قوي، عشان ايه؟ عشان ايه الكمبيوتر بتاعك ما يبطئش. فاديله يعني زوده شويه في الرامات، يعني خليه مثلا، انا هديله مثلا 1 جيجا رام اللي هو 1024، هديله 1024 1 جيجا رام. بعد كده كليك نيكست، قوله كرييت نيكست. هنا بقى بيسألك سؤال مهم جدا، بيقولك انت عايز الميموري اللي تحجزها، الميموري اللي تحجزها في الكمبيوتر عايزها تبقى دايناميكلي ولا عايزها تبقى فيكسد. انا اختار دايناميكلي واشرحها لكم في الخطوه الجايه ان شاء الله. هنا بقى بيقول لك انت عايز قد ايه تحجز قد ايه ميموري في الكمبيوتر عندك. انا هقول له مثلا انا عايز احجز مثلا، ولنفترض هدي له مثلا، ولنفترض 1.3 جيجا. يعني ايه بقى دايناميكلي ويعني ايه فيكسد؟ فيكسد يعني انت هتحجز ميموري ثابته، هيحجز لك في الكمبيوتر عندك 1.3 جيجا، 1.3 جيجا بايت، هيحجزهم لك في الكمبيوتر عندك سواء استخدمتهم او لا. لكن دايناميكلي لو كنا رجعنا واستخدمنا دايناميكلي كان هيحجز لك، مش هيحجز لك حاجه في الميموري. مجرد ما تستخدم الفيرتشوال بوكس بتاعك وتبتدي تستخدمه كذا مره وتحتاج ميموري اكتر، هيبتدي يستخدم الميموري اللي عندك دايناميكلي، يعني يزود الميموري اللي عندك، لكن مش هيروح يحجزها مره واحده. دوس كرييت كده الفيرتشوال بوكس، هتلاقي الفيرتشوال بوكس بتاعك اتكريت. هنا انا عندي اصلا لينكس من الاول، عشان كده هو مرضيش يعمل لي نفس الاسم، فانا حطيت له اكس زياده، غيرت الاسم بس. تمام، هنيجي بقى لاهم خطوه، ازاي تنزل الاوبونتو على الفيرتشوال بوكس بتاعك ده. دوس، خش على جوجل مره تانية، اكتب داونلود اوبونتو، خش على اول لينك برضو، هنا في فيرجنز، في عندك فيرجن للاوبونتو، في فيرجن 14.04 وفي 15.1، اختار 15.1 واختار 64 بت دي ريكومندد ودوس داونلود. انا كده كده منزلها فمش هقدر انزلها تاني. انت نزلها، اول ما تدوس على داونلود هيبتدي الداونلود بتاعك يشتغل،
نزلها، هينزل لك فايل ايزو، هينزل لك فايل ايزو. هتيجي هنا عند اللينكس، دوس سيتنجز، خش على سيستم. دي الحاجات دي الرام اللي احنا هنا السيتنجز دي موجوده، بتاعت السيتنجز بتاعت الفيرتشوال بوكس بتاعك، لو عايز تغير فيها اللي احنا كريتناها في الاول، لو عايز تغير فيها ممكن تغير فيها من خلال السيتنجز هنا. انا اشيل فلوبي مش هحتاجه، ده الفيديو ميموري، مونيتور كاونت، سكيل فاكتور، كل دي ميموري انت هتحتاجها. دي بقى اهم خطوه عندنا لازم تعملها، لازم تحرق نسخه الايزو اللي انت نزلتها اللي هي الاوبونتو على الفيرتشوال بوكس. فتيجي تقول له هنا تدوس على امتي، وتروح جاي مختار هنا وتقول له تشوز فيرتشوال اوبتيكال ديسك، وتختار نسخه الايزو اللي عندك. انا كنت حاططها هنا، فاختار هنا نسخه الاوبونتو 15 وهقول له اوكي. كده انت الفيرتشوال بوكس بتاعك جاهز ان هو يشتغل. تعالوا نرن ونجرب. هياخد بس معاك وقت في الاول شويه عقبال ما يحرق من الديسك اللي انت نزلته، ويبتدي يسطب الفيرتشوال بوكس بتاعك، هيبتدي يسطب قصدي نسخه الايزو اللي انت حرقتها. وبعد كده نسخه اللينكس هتشتغل معاك 100 100. هو هنا بيعمل لها انستول، فاتح معاك اللينكس. هنا بيقول لك هذا عايز تنزله ولا لا، تختار انجلش، عايز تراي اوبونتو ولا عايز انستول اوبونتو، كليك انستول اوبونتو. اختار بقى عايز تنزل ابديتس بعد ما تنزل ولا لا، اختار ابديتس وانستول ثيرد بارتي سوفت وير. هو هنا بيقول لك احنا عملنا مشكله، هو هنا بيقول لك ان الاوبونتو بيحتاج على الاقل 6.9 جيجا بايت افيلبل درايف ديسك درايف سبيس. فانت وانت بتدي له الديسك سبيس زود الديسك سبيس شويه، عشان انا عملتها قليله فحاول تزودها شويه. تعالوا نستارت اب تراي اوبونتو. تمام، هو ده الاوبونتو. بعد ما تنزل تعمل عملية الانستوليشن كاملة، هيفتح معاك الاوبونتو وتقدر تتعامل معاه تماما زي الاوبريتنج سيستم العادي خالص. وكده احنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا. ما تنساش تعمل سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية هعرفك ازاي تعمل انستول الاوبونتو كاملة. ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.